أنا أذكر عمي رحمه الله كلما جاءه إنسان فيه قرحة أو يبوسة، تعرفون اليبوسة الخشونة اللي في اليد في الكتف في الجلد يصاب، ما يزيد أن يقرأ عليه نصف آية، لا يزيد شيء آخر، بس يقرأ عليه وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله، فقط لا يقرأ شيء ثاني ويتفل على المكان. أنا لا أذكر أن أحد جاءه وقرأ عليه هذه الرقية إلا وشوف آية نصف آية، يحتاج منك إلى يقين يا أخي. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله، فقط ما يزيد على هذه الآية. إنسان يجب عليه أن يكون عنده يقين. من يحيي العظام وهي رميم؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. والدتي عافاها الله لما دخلت في الغيبوبة بعد 18 يوم قال لي الطبيب خلاص اغسل يدك موت دماغي، هكذا قال لي. قلت له والله يا دكتور المفروض ما تقول الكلام هذا، الذي يحيي العظام وهي رميم هو الله عز وجل. فقلت لإخواني ما لنا، الأطباء انقطعت علايقهم، هم قلوبهم منقطعة عن الله، حنا شو نسوي؟ حنا ينبغي أن نقطع قلوبنا عنهم نتعلق بالله عز وجل. نبدأ بالرقية 19 20 21 22 يوم 23 فتحت عينها، والآن تمشي وتتكلم. الطبيب يقول موت دماغي خلاص اغسل يدك. يقول يا اخوان لازم الانسان يصير عنده ثقة بالله عز وجل. من يحيي العظام وهي رميم؟ تفكر هكذا. من الذي اوجدك من نطفة من ماء مهين؟ الله. اذا اقرأ بثقة، اقرأ بثقة. تعرفون اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلمة واحدة، جملة واحدة. بعض الناس يصاب بلدغة، لدغة النملة، يحط فيها فليت، يحط ما أدري إيش، والله لو تقرأ أعوذ بكلمات الله تامة ثلاث مرات تمسح عليه والله لا تحس لا بحكة ولا بألم. لابد الإنسان يستيقن من هذا.